اسمه الحقيقي أحمد خالد، وكان بيشتغل صبي في فرن عيش، وحلمي بكر تنمر عليه وأهانه وقال له أنت ما تنفعش. لا، وده كمان طرده من الاستوديو، لكن الصدفة حولت مسار حياته وخلته أكبر نجم في مصر، وأفلامه إيراداتها بقت بالملايين، بقى نجم كبير ومشهور وموجود في مسلسلات رمضان. النهاردة بقى هنحكي لكم حكاية مطرب مهرجانات ورحلته من الفرن للسجادة الحمراء. مين كان يصدق ان مطرب المهرجانات اللي كان لسه بيبدا طريقه واللي حلمي بكر طرده هيكون نجم الموسم ويكون اشهر من نار على العالم؟ لا، واسمه وشهرته اعلى من حلمي بكر نفسه. الحكايه بدات من شهور شويه لما تسبب الملحن الكبير حلمي بكر ان هو اتريق على كزبره وطرده بره الاستوديو. طب امتى كان الظهور الاول لكزبره؟ كانت البدايه لما طلبت مقدمه برنامج هنيه والنجوم من كزبره ان هو يغني على الهواء في حضور حلمي بكر، ولكن كزبره تحجج ساعتها وقال الاورج مش شغال، فطلب منه حلمي بكر ان هو يغني بدون موسيقى. ولما قام كزبره يغني بدون موسيقى وبعد غنائه باول كلمتين من اغنيته توقف عن الغنى وضحك علشان يرد عليه حلمي بكر قائلا اتفضل بره يا اخي، اتفضل بره، وفين الانتاج؟ انت فاكر نفسك واقف فين؟ وقال له انت اسمك ايه؟ كزبره، وسميت نفسك ولا حد سماك؟ ليرد عليه كزبره لو كنت لقيت حد سماني كاظم كنت اتسميت. فرد عليه كزبره وقال له العطاره مليانه كتير وفي كزبره وكمون وفلفل، هي بقت بدعه دلوقتي ان واحد يسمي نفسه شاكوش والتاني يسمي نفسه كزبره، العبره بالغنى ولا بالمسميات. ليرد عليه كزبره والله بالحب. كزبره بيدرس في سنه ثالثه بكليه التجاره الخارجيه في جامعه حلوان، اسمه احمد خالد الشهير بكزبره، واتسمى بالاسم ده علشان يكون على وزن اسم صديقه حنجرة، علشان يكونوا توينز مع بعض في الغناء. بدأ غني المهرجانات من خلال مقطع فيديو كوميدي وكان الغرض منه تمثيل، وأصبح مطرب مهرجانات بالصدفة، وساعتها حقق مشاهدات واسعة وبدأ يتشهر وسط أسواق وبدأ يتشهر وسط أسماء مطربي المهرجانات بعد فيديو ما حد سمعني ليه، واللي صوره على سلالم مترو الأنفاق. وأضاف مقطع فيديو نشره عبر صفحته بموقع فيسبوك إحنا يا صاحبي على الله ومش لاقيين ناكل، الكلام ده من قلبي، احنا مش معانا حاجه، انا راجل عندي دوالي في رجلي من الوقفه وصاحبي حنجره شغال على اوبر، يعني حالته تصعب على الكافر. كزبره دلوقتي بقى نجم من نجوم الصف الاول وبيشارك في مسلسل كوبرا في رمضان اللي جاي، وده بعد تالقه في فيلم الحريفه. تفتكروا كزبره ممكن يكون شهرته دي صدفه ولا دي هتكون مولد لنجم جديد؟